اهلا وسهلا بكل اللي انضموا لمتابعتنا من خلال الساعة الثانية لصباح الشروق، نبتديها بالموجز الاخباري. اهلا وسهلا مصطفى، صباح الخير. صباح الخير عليك يا امل، وصباح الخير على ضيفك الكريم، وصباح الخير على كل المشاهدين الذين يتابعونا عبر صباح الشروق. اهلا ومرحبا بكم، هذا موجز لاهم واخر الانباء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالآلية الثلاثية المعنية بتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية. وضم اللقاء السيد فولكر بيكيس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في السودان السفير محمد بلعيش، وممثل دولة هيئة التنمية الإفريقية الإيجاد السفير محمد يونس. وتناول اللقاء التطورات السياسية المتسارعة بالبلاد وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة. التقى وزير الثقافة والإعلام المكلف تراهام عبد القادر بالسفير الهندي لدى الخرطوم مبارك باوا سيد، وبحث اللقاء آفاق التعاون الثقافي بين البلدين والتبادلات الثقافية. وقدم السفير الهندي تنويرا حول استقدام السفارة الهندية في الخرطوم لفرقتين فنيتين إلى السودان في مجالي الموسيقى والفولكلور في شهر نوفمبر القادم، معربا عن أمله في تكامل الأدوار لإنجاح الفعالية والتي تأتي في إطار تبادل الزيارات الثقافية بين البلدين. دشنت الولاية الشمالية مشروع توزيع ألواح الطاقة الشمسية للمساجد والخلاوة، وذلك في إطار جهود حكومة الولاية الرامية لترقية وتطوير بيئة المساجد وخلاوة القرآن الكريم. وقال أمين عام الحكومة بالولاية مجد ذوب الخليفة سعيد لدى مخاطبته حفل التدشين إنهم سيقومون بمتابعة تنفيذ المشروع حتى تصل خدماته لكافة مساجد الولاية، مشيدا بالدور الذي ظلت تلعبه خلاوة القرآن الكريم في مجال الدعوة ونشر العلم الشرعي بالولاية. احتفل المجلس القومي لرعاية الطفولة ومنظمة بلان العالمية للسودان بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة باليوم العالمي للفتاة، والذي يوافق 11 من أكتوبر من كل عام. وكشف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عبد القادر عبد الله أبو أن السودان وضع تشريعات عديدة للمحافظة على حقوق الفتيات وتحقيق العدالة الاجتماعية في المسارات التي يعمل فيها المجلس، مؤكدا التزام السودان بالمحافظة على حقوق الأطفال والفتيات على وجه الخصوص. إذا للإصغاء والمتابعة، وهذه عودة للزميلة أمل لمواصلة صباح الشروق. أهلا بك وشكرا كمان لك يا مصطفى، شكرا لهذا العرض الإخباري والموجز بأهم وآخر التفاصيل.